نذهب الآن إلى تعز، حيث تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثيين الإرهابية فجر الأربعاء في جبهة متفرقة شمال وغرب المحافظة. كما قال مصدر عسكري لقناة يمن شباب أن قوات الجيش صدت هجوما للميليشيا على مواقعها في جبهة مقبنة غربا، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة في جبهة الأربعين وعصيفرة شمالا. كما شهدت مديرية مقبنة في الريف الغربي لتعز مواجهات عقب صد الجيش الوطني هجوما استهدف مواقعه في جبل الزنابيل. كما تسعى الميليشيا الإرهابية إلى تحقيق المزيد من المكاسب العسكرية على الأرض تزامنا مع الذكرى السنوية السابعة ليوم النكبة، وهو اليوم الذي قادت فيه انقلابا على الحكومة في 21 من سبتمبر للعام 2014. إذن وللوقوف على آخر التطورات العسكرية في محافظة تعز ينضم معنا مراسلنا من هناك أيمن قائد. نرحب بك أيمن معنا في أخبار المنتصف. إذن كما ذكرنا في الخبر هناك تصعيد للميليشيا في شمال وغرب المحافظة بالنسبة لتعز، أين تدور الآن المعارك؟ ما الجديد؟ ضعنا في خريطة ما يحصل الآن في المحافظة. نعم، إذا في هذه الأثناء تشهد مختلف جبهات محافظة تعز هدوءا نسبيا بعد أن كانت قد شهدت خلال الساعات القليلة الماضية تجددا في المواجهات العسكرية بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثية الانقلابية الإرهابية في عدد من المواقع وفي مختلف جبهات المحافظة، آخرها في الجبهة الغربية حيث صدت قوات الجيش الوطني في المحافظة هجوما لميليشيا الحوثية الإرهابية في تبت المنارة المطلة على الرمادة بجبهة العنين غربي المحافظة، وفي ساعات متأخرة من مساء أمس الثلاثاء تمكنت قوات الجيش الوطني من صد هجوم لميليشيا الحوثي الإرهابية في جبل الزنابيل بمديرية مقبنة غربي المحافظة. وكذلك بالتزامن شهدت الجبهة الشرقية تجددا في المواجهات، كما شهدت كذلك الجبهة الشمالية في مواقع الأربعين وعصيفرة مواجهات عسكرية بين الطرفين. لم تفصح المصادر العسكرية الرسمية عن وجود أي تقدم لقوات الجيش الوطني، ولم تفصح كذلك عن أعداد أو نعم أعداد الخسائر سواء البشرية أو المادية في صفوف الانقلابيين الحوثيين. نشير هنا يا أماني إلى أن هذه المواجهات وهذا التصعيد العسكري بالميليشيا يتزامن مع حلول الذكرى أو ذكرى الانقلاب الحوثي في 21 من سبتمبر، كما أنه يتزامن مع حصول عدد من المواجهات العسكرية في عدد من جبهات الجمهورية اليمنية أبرزها في شبوة صحيح أيمن، يعني كما تحدثت مع هذه الذكرى المشؤومة هناك تصعيد من قبل ميليشيا في أكثر من جبهة، والآن كما تحدثت يعني في بداية حديثك كان هناك هدوء في جبهة تعز، ولكن هناك الآن تصعيد مع هذه الذكرى. يعني أفهم من كلامك ليس هناك تقدمات بالنسبة للميليشيا، هي والجيش الوطني يقوم بصد هذه ربما الهجمات من قبل هذه الميليشيا. أماني لا يوجد أي تقدم على الأرض للميليشيا الحوثية الانقلابية، ولم تتمكن من السيطرة على أي مواقع جديدة، وتم قوات الجيش الوطني خلال كل هذه الهجمات للميليشيا وخلال صد قوات الجيش لتلك الهجمات أفشلت كل هجماتها وأحبطت كل محاولاتها للتقدم، وحتى محاولات الميليشيا لتحقيق أي انتصار معنوي لم تحضر خلال هذه المواجهات، خاصة وأن الميليشيا تعاني من تراجع حاد في المعنويات القتالية والعسكرية لدى عناصرها ومقاتليها في مختلف الجبهات، خاصة في ظل المواجهات التي تدور في شبوة ومأرب، وبالتالي تحاول بحسب خبراء عسكريين تحاول الميليشيا أن تعوض تلك الخسائر وتلك الهزائم، وتحاول كذلك أن ترفع من معنويات عناصرها ومقاتليها في أي جبهة كانت، وهو ما يجري خلال أو ما جرى خلال 48 ساعة الماضية في مختلف جبهات المحافظة. نعم. تؤكد بالتزامن مع هذه المواجهات تؤكد سيادة تعز العسكرية بأنها قادرة على صد كل الهجمات التي تشنها الميليشيا الانقلابية على مواقع الجيش الوطني، وأنها مستعدة لصد كل تلك الهجمات ومحاولات التقدم، وتؤكد على أن الميليشيا لن تتمكن من إحراز أي تقدم طالما وأن قوات الجيش ترابط للعام السابع على التوالي في مختلف الجبهات
الجبهات وعلى الثغور. طب انطلاقا من هذه النقطة أيمن قبل أن أختم معك، كما تحدث يعني ربما الميليشيا في أسوأ حالتها بالنسبة لجبهة تعز، لماذا لا يكون هناك تحرك ربما الآن وتستغل ربما الآن ما تقوم به الميليشيا وفتحت أكثر من جبهة في شبوة وغيرها من المناطق؟ هل هناك نية ربما للجيش في تعز للتقدم وإحراز تقدمات في هذه الجبهة؟ طبعا أماني، بحسب قيادة قادة عسكريين في محور تعز العسكري، فإن قوات الجيش الوطني هي تتواجد في مختلف الجبهات وتقوم بصد الهجمات الخوفية بأدنى الإمكانيات المتاحة. وكما هو معروف بأن قوات الجيش لم أو عناصر الجيش وأفراد مختلف الألوية العسكرية لم يتسلموا رواتبهم من قبل الحكومة الشرعية منذ عدة أشهر، وكما أن جبهات تعز عموما تفتقر إلى دعم من قبل الحكومة الشرعية ووزارة الدفاع وكذلك من قبل قوات التحالف، وكذلك في ظل غياب الغطاء الجوي منذ سنوات على أو في مختلف المعارك التي شهدتها المحافظة. وبالتالي تقول قيادة عسكرية تابعة للمحور بأن هذه الأمور تشكل عائقا أمام تحقيق تقدمات خلال هذه الفترة. نعم، مراسلنا في تعز أيمن قائد، نشكرك على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا لانضمامك معنا.